الثامنة ليلا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لضمان حملة انتخابية آمنة ونظيفة وتعامل بكل جدية مع الجرائم الانتخابية وأحكام التنسيق في هذا المجال مع الضابط العدلية والنيابة العمومية، وذلك خلال إشرافه صباح اليوم السبت 29 من أكتوبر الجاري بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجية على افتتاح أشغال الدورة التكوينية التي تنظمها الهيئة لفائدة عدد من إطارات وزارة الداخلية حول الحملة الانتخابية والجرائم الانتخابية. وفي إطار تنفيذ مشروع الخط البيئي للقروض سان ريف الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، تمت برمجة إعداد دليل بيئي يتعلق بإزالة التلوث عن قطاع النسيج موجه لكافة المتدخلين في القطاع وخاصة المؤسسات الصناعية وكذلك مكاتب الدراسات والخبراء البيئيين، وبهدف ضمان استجابة الدليل لانتظارات القطاع. نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط والقطب التنموي بالمنستير الفجة بالتعاون مع المركز الفني للنسيج والجامعة التونسية للنسيج والملابس لقاء مع المؤسسات الناشطة في القطاع والباحثين الجامعيين في مجال الحد من التلوث الصادر عن هذا النشاط. وقد مثل الاجتماع فرصة للاستماع إلى الإشكالات البيئية التي تعترض القطاع والمطلوب التعمق فيها صلب دليل، بالإضافة إلى عديد المحاور الأخرى الهامة منها ما يتعلق بالجوانب القانونية وكذلك المالية. اختتمت ظهر اليوم السبت 29 من أكتوبر الجاري بالمكتبة العمومية شارع الحبيب بورقيبة بسيدي بوزيد فعاليات الدورة 32 لمهرجان مرآة الوسط الثقافية بتكريم مجموعة من المبدعين من شعراء وكتاب إلى جانب المشاركين في المهرجان، والتي انطلقت فعالياته يوم أمس الجمعة 28 من أكتوبر الجاري. محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يؤكد اليوم السبت بأن تونس ستنطلق قريبا في إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، مضيفا أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار التونسي. وتوصلت تونس هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار يمكن إتمامه في ديسمبر القادم، ويعتبر اتفاق صندوق النقد الدولي أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي، يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة. نهاية العرض الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع حسام الربحي في رانديجون.